السلام عليكم، والله يسعد مساكم ويبارك فيكم وفقر الله وياكم يا حب ويرضى. أما بعد، نبي نفيد إخواننا أهل الطيور اللي توهم ماخذين طيورهم، خاصة يعني أهل الجارة، أسأل الله يبارك لهم يا رب ويبارك جميع المسلم. والوضع يعني هذا لازم أنك تتعامل مع الطير معاملة هذه. أنا أنصحك نصيحة يا راعي الطير، أنك تتعامل مع الطير بالأمر اللي راح أقوله عشان تطلع بنتيجة بإذن الله يعني ناجحة، ويضبط طيرك ويصير معك طير يعني هداد بإذن الله. بإذن الله هداد على كل شيء، بإذن الله ترى معي نشاء طريقة خلى الطير يجاوس. يعني أنا أقول بعض الطيور ما يجي شيء يعني الكبير من أول شيء، سوى تدريج. يعني مثلا في كنتي صغير، الكنتي الصغير مو كبير، في كنتي صغير تهد له كم واحدة خلي يذبحها، حلو الكلام. والبطل الطيار هذا خضاري اللي يطير، هذا طمع الطير يعني، خصوصا الجرة يعني أكثرها طمع، من يطير يلحقه ويعلقه وينزل فيه بإذن الله. وفي طريقة يعني تيب منقار البطة، عشان لما مرة بعضهن يعني تصيح طلع الصوت، يعني الطير يمكن يبعد عنها تخرعه، خصوصا يعني فروخ الجرة يعني بعضهن مو متعود على الأمور هذه فيبعد عنها. هالنبي نطلع بنتيجة بإذن الله. طيب وهدله، وأدياش صغار، أدياش صغار خليه يداوس معاه يعني كذا واحد، خليه يذبح. ولكن الأهم، أهم شيء عندي أنا، أنك ما تقط شو اسمه اللي تذبحه. إن ما أكلت يعني تشوف لك أحد هنود البقرات هذول ولا الجواخير اللي حولك ولا أي مكان، وعطهم البط ولا اللي تذبحه. إذا ما أكلته يعني لا تقطه، تبي الله يبارك لك، هذه نصيحة أخو، تبي الله يبارك لك بطيرك وبحلالك وبشغلك وبوقتك، لابد أن تتقيه في هذا الأمر وكل أمر. ولكن يعني إذا أنا أبي ربي يوفقني بطيري وهذا، لابد أني يعني أتغلى في الحيوانات هذه، مو أذبحها وأمشي أخليها قطها. يعني إحنا نبي ننصحكم بالنصيحة هذه، والتعلوم للطير يعني عشان تطلع بإذن الله بنتيجة. شرط أنا يعني مرت علي طيور ولله فضل منه، والله ما شفت أحباره، يشهد علي الله الذي لا إله إلا هو ولا أنا مزوم حلف، إني أخليه يداوس مع كل شيء، مع كل شيء، حلو الكلام. ولكن ما ناكله هدله شيء كبير ولا رومي كبير ومدري، لا لا لا، الرومي صغير وال يعني شوي شوي درج، ولكن ما هد على كبير لو شنو، خلاص دام جاء هذا أمور طيبة. بعضهم يقول لا عشان يداوس مع أحباره، أحباره غير حبيبي، أحبارها يعني لها أمرها ولها يعني شو أوصف لكم، هيبتها غير صراحة، مو يطير يعني يجيها. ولكن نشجعه بالأمور هذه، يعني نوع للطير بإذن الله أنه يدعمه دعوة. أنا عندي طير راح تشوفون الحين وراء الفيديو هذا، والله هذه أول أحبارة يشوفها، أول أحبارة يشوفها، ولا نسرت ولا شيء، بس شبعته مداوس ووريته تقول يعرفها. وشوفوا شلون أول ما فرعته تراه فرخ عندي وبكر عندي وثنو، مات عندي ثنو، الطير فرخ مع المعام داوس، ثنو شاف الحبارة هذه، بكر أقصد شاف الحبارة هذه بكر، يوم طلعت المربط هم خلاص يداوس يداوس يداوس. قبل شغلي أنا من الواح وطيارة، حتى مو طيارة نفس الحين فانتوم وحركات، لا لا لا، شراعية اللي قبل ومداوس، كنت ما اعترف لا بالحمام ولا نهائيا نهائيا، يعني كل شغلي مداوس. اكثر شيء يعني هد على بط وكنتي ورومي الصغير، يعني مو الكبير حيل، وحتى الوز، بس الوز كنت تيب له، تيب يعني كنت هد على الوز، والله تيب ادقه تيب الوز وهد عليه يطلع عليه ويكبسه، وفضل رب العالمين اموره كلها طيبه. فاشوف الهدد، شرط انك راح تقولون ان الطير هذا يعرف حماره. أنا أقول لكم والله أقسم بالله العظيم أنه أول حبارة يشوفها شوف العين، أول حبارة يشوفها شوف العين، يعني تخيش لها الشكل ويشوفها هذه أول حبارة.